السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة. النهاردة هركب في مرسيدس M200 كاسيت بلت ان بلاك فيليوم، وهنشوف حل للفتحة دي كلها. احنا معانا الادراج، بس صاحب العربية جايب لي العربية بالمنظر ده، وبصراحة منظر يخض شوية. المهم خلينا في الكاسيت دلوقتي. ده كاسيت بلت ان بلاك فيليوم، جاي في عيوب برضو. اولا ادي انت بتفتح الشاشه اهو، تمام، تيجي تشغل الفيديو، يشغل الفيديو ايوه، بس مفيش صوره، زائد ان بيكتب رساله ممنوع تشغيل الفيديو اثناء السير. تمام اهو، هتشغل الفلاشه، وكمان العلامه، هي العلامه بتظهر انها سكودا وهو هيركب في مرسيدس، فمش هينفع طبعا نحط العلامة دي بأي شكل، لازم تتلغي عشان دي ماركة ودي ماركة. هاي العلامة نو فيديو، يعني مفيش صورة أثناء السير. تمام، دي هنحلها دلوقتي. في حاجة اسمها باركنج في الكاسيت سلك اهو، باركنج نوصلها بالأرضي هيشتغل فيديو. تمام، نحوشها. في حاجة تانية بقى، ان الفيديو ده نفسه الامتداد بتاعه مش مقري على الكاستات دي، لان الكاسيت ده قديم شوية، فليه امتداد؟ الكاستات زمان كان لها امتداد عشان تشتغل فيديو. الامتداد هو احسن امتداد بيشغل الكاستات دي، اسمه MBEG2. لو قلت مع بعضنا الامتداد MBEG2 دي تشغل لك اي فيديو، يعني تحول الفيديو لامتداد دوت، هيشتغل معاك الفيديو 1080 بكسل على الشاشات دي اهو. بنقلب اشتغل معانا، وعملنا الباركنج اللي هي منع التشغيل اثناء السير. يعني عملنا حاجتين كده، هيبقى ناقصنا العلامه بتاعت السكودا دي، هنخليها مرسيدس. يا اما ما لقيناش مرسيدس هنضطر نعمل اي علامة تانية. المهم ما يبقاش السكودا، ما مش هينفع. تمام، ودي الكاميرا، شايفين الكاميرا دي مش اتش دي ولا فول اتش دي، دي كاميرا عادية انا مش مركبها طبعا، هي جاية في العربية. شايفين بقى انا الكاميرات بقى بالذات لازم انا بركبهم بنقيهم بالواحدة. هاي الكاميرا شغالة ما فيش اي حاجة، بس طبعا الصورة مش تحس انها مش مشبرة سنة كده، مش زي اللي انا بركبها. تمام، احنا كده ظبطنا الكاسيت وحطينا له امتداد الفيديو على فلاشة، حطيت له شوية فيديوهات من عندي عشان خاطر يعرف يشغل الفيديوهات، لان هو كان محتار بصراحة في موضوع الفيديوهات ده. كان عنده عيبين، الباركينج والامتداد ذات نفسه بتاع الفيديو. الكاسيت بلت ان بلاك فيليوم، هو قديم شوية بس شغال، يمشي مع العربية هنا برضو. وبعدين انا عملت العربية دي تعديل في الام 200، ركبنا 9 بوصة، ركبنا 9 بوصة في العربية دي. لو تفتكروا فيديو من فترة كنت عامله مركب 9 بوصة كده. احنا هنغير العلامة، الباسورد بتاع الجهاز 6556، علامة السكودا اهي تحت هي اللي كانت عليه. هنشوف علامة المرسيدس، للأسف مفيش علامة مرسيدس، فهنضطر نعملها ايه، العلامة الحمراء اللي فوق دي اللي هي البلاك فيليوم. يعني أرحم من انها تطلع سكودا، يعني مش هينفع تفتح الكاسيت تلاقي علامة سكودا وهي مرسيدس، فاحنا نعمل علامة الجهاز وخلاص. اهو نخش على السيتنج لوجو ونكتب 6556، ندوس انتر ونختار بلاك فيليوم اللي العلامة الحمراء دي. تمام، ونطلع بره اهو، نيجي نشغل الفلاشة هتطلع العلامة بلاك فيليوم. تمام، نبتدي بقى ودي الفيديوهات ايه اللي انا حطيناها، وتقلب براحتك
الفيديو شغال على طول، مفيش تقطيع ولا متبكسلة الصورة، مفيش رسالة تطلع لك. وبعدين هروح نشوف بقى كده الطابلو بعد ما قفلناه اهو. ركبنا في مرسيدس اهو M200، شاشة بلت ان بلاك فيليوم مع تظبيط طبعا الادراج زي ما انتم شايفين، بعد ما تعبت فيها بصراحة. هي تعبتنا بصراحة شوية، لان زي ما انتم كنتوا شايفين الطابلو جاي مفتح بالمنظر ده، مفيش ادراج، مفيش طفاية اللي من تحت. تمام، ادوكوا شايفين الشكل النهائي شكله ايه في مرسيدس M200، تركيب كاسة شاشة بلت ان بلاك فيليوم مع تظبيط الادراج والتابلو وتظبيط امتداد الفيديو والعلامة بتاعة الشاشة. تمام، وتشغيل امتداد يشتغل مع الشاشة، امتداد فيديو. تمام، ومنع تشغيل السير دي برضك عملناها اهو، شغل الفيديو براحتك مفيش اي مشاكل، وتقلب كمان. اهو تقلب، الشاشة رجعت منك سنة ورا، تدوس سنة على تقديم الشاشة تطلع معاك الشاشة قدام سنة تبقى مظبوطة. ودي كانت شاشة 7 بوصة بلت ان في مرسيدس M200. كان معكم حمادة دي جي.